لا يزال يلف الصحة النفسية وصمة اجتماعية ترافق الاضطرابات كافة، ما زاد من الخوف والجهل في صفوف الأكثرية باعتبار أن المريض النفسي في حاجة إلى الدخول إلى المستشفى، إلا أن ذلك ليس صحيحاً. من الاضطرابات الأكثر شيوعاً في لبنان هو اضطراب الوسواس القهري نتيجة التربية المنزلية الشديدة من الأهل أو الجرعات الدينية زائدة عن حدها. فعملنا شيء اسمه الوسواس القهري اللي هو يتمثل بالاستحمام وتغسيل الإيدين عدة مرات بالنهار قد تفوق 20 مرة. ممكن كمان يكون في وساوس قهرية بالحب أو بالكره للأشخاص الآخرين. نحن بنعرف أنه مش بالضرورة يكون هالشخص بيكره شخص معين هالقد، لكن تكرارية الحدث براسه بتكون كتير. الوسواس القهري متشعب، ممكن أن يشمل النظافة، الجنس، جمع المال، الصحة، حيث يخال المريض أنه يعاني أمراضاً عدة ويعاين الطبيب للتأكد من أنه سليم. أنا أشجع كل الأشخاص اللي بيعندهم أفكار مش مريحة أن يتقدم من الطبيب النفسي ويفتح قلبه. السوق حر، أي حد في يشتغل، بس انتبهوا كتير لشغلة منها كتير ساينتفك اللي هن بيسموا حالهم لايف كوتش. اللايف كوتش سوري ما اخدين دراسة أكاديمية صوليد، حتى أعمارهم اللي عم يشتغلوا باللايف كوتش يعني لا يستطيعوا أن يكتنزوا كل هذه الخبرات. اللايف كوتش مطلوب ولكن بعد أن يرى طبيب أمراض نفسية. إذن الاعتماد على الاختصاصيين ضروري للحد من تداعيات الاضطراب ومن خلال المتابعة بالجلسات العلاجية.